المشاهدين برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا المسيح بين المعرفة والجهل في هذه الحلقة، الحلقات نتناول موضوع في غاية الروعة والجمال في موضوع في غاية الأهمية ألا وهو التجسد الإلهي وكنا في الحلقات السابقة فرقنا ما بين مفهوم إيماننا المسيحي حوالين التجسد الإلهي المختلف كل الاختلاف عن كل المفاهيم والأفكار الوثنية وكنا كمان اتكلمنا في حلقات سابقة عن حتمية التجسد ليه كان حتمي ولابد أن الله يتجسد ويأتي إلى عالمنا وذكرنا أزيد من عشر أسباب تؤكد كل سبب فيهم كافي جدا يحتم على الله أنه يأتي إلى عالمنا ويتجسد ثم تكلمنا أنه إن كان هناك حتمية لتجسد الله في أنه يجي إلى عالمنا كان لابد أن الله قبل ما يجي يعلن عنها عن مجيئه ويرسل انبياء يعدوا الطريق ويمهدوا اذهان البشر لمجيء الله الينا فتكلمنا في حلقات سابقه عن نبوات جاءت في العهد القديم اعلن من خلالها الانبياء من خلال تنبؤاتهم واعلانات الله لهم ان يهوى الله سياتي الى عالمنا وسيتجسد وراينا هذه النبوات ودرسناها وتحققنا من تحقيقها وتتميمها في العهد الجديد وشفناها بوضوح جدا تثبت ان الذي جاء وجال بيننا اللي حل بينا وخيم في وسطينا كان هو الله الظاهر في الجسد في هذه الحلقه اسمحوا لي نتنقل نقله جديده واحنا بنشوف كيف جاء الله الينا كيف جاء الله الى العالم كيف تجسد المسيح ويسعدني ان يكون معايا في هذه الحلقه ايضا الفاضل الدكتور حليم حسب الله اهلا وسهلا أهلاً بيك دكتور حليم اهلا بيك اهلا وسهلا الحلقات اللي فاتت مهمه وبشجع كل احبائنا المشاهدين انهم لو ما كانوش تابعوها بالترتيب او لو كان يعني فاتهم انهم يشوفوا حلقه معينه انهم يقدروا يتابعوا هذه الحلقات ويطلبوها على العنوان اللي بيظهر قدام حضراتكم على شاشه التلفزيون الحقيقه انا اتمنى من كل قلبي ان احنا ناخد بالنا من شيء مهم ان احنا مش بنتكلم عن شخص مجرد انسان نعم. وده شيء مهم للغايه لالا نسترسل الحديث في التجسد الالهي او نتكلم عن المسيح رب المجد كالانسان ويفوت عن اذهاننا انه قبل ان يكون انسان هو الله اكرر مره اخرى م. احنا بنتكلم عن هل كان من الضروري ان الله ياتي الينا متجسدا م. يبقى اذن الشخص الذي تجسد واحنا بنتكلم عنه اللي بيقول عنه يوحنا الحبيب رايناه شاهدناه لمسته ايدينا من جهه كلمه الحياه احنا بنتكلم عن شخص كان موجود اكثر من كلمه موجود هو الخالق المبدع الموجد لكل دائره الكون وما فيه من خلائق مرئيه وغير مرئيه لكن في حب بلا حدود اتى الينا نحن الجنس البشري مشاركا ايانا اشترك في اللحم والدم والدم علشان اتمام مهمه واغراض سبق الحديث عنها إذن الكائن قبل الدهور جاء الى علم نعم عشان نعم. كده مهمه قوي ما يغيبش عن اذهاننا هذا الامر احنا مش بنحكي عن شخص مجرد انسان لكن بنحكي عن الله متجسدا وليس انسانا متألهة نعم فده مهم قوي مه. نقدر نسميها بطريقه ثانيه كيف دخل الله الى العالم نعم او كيف اتى الينا الله متجسدا نعم وانا اقصد الحياة اقول كيف دخل الله الى العالم لان الكتاب بيقول عند دخوله الى العالم نعم يبقى اذا كان متواجد وهو الخالق والمبدع مه. كان في العالم وكون العالم به مه. ولم يعرفه العالم لكنه قد اتى الينا دخل الى العالم الفاظ استخدمت للدلاله على وجوده السابق لتجسده عايز بس ااكد هنا على فكره ان ان وجدت هناك حتميه لمجيء الله الينا وان كان هناك ضروره انه يجي هل يستطيع الله ان ياتي هل يقدر ان لم يكن يقدر يبقى إذا ما نقدرش نقول الله قادر على كل شيء لكن نحن نؤمن أن الله قادر على كل شيء طيب قبل ما حضرتك تحكي لنا بقى إيه اللي حصل برضو عايز أسأل هل يعني يسيء الله هل ينتقص من قدر الله هل ينتقص من قداسة الله أنه يأتي في بشر بالعكس ده تعظم الله بهذه النعمة بكيفية غير عادية. يعني التجسد لم يعلن احتقار أو ضعف لكن أعلن عن عظمة بلا حدود أن يأتى الله الخالق إلى خلائق مسكينة لأنه يحبهم ويريد أن يفديهم ويرجعهم إليه. أنا بتعجب يا دكتور من اللي بيقبل إن الله يحل في شجرة في العليقة، إن الله يحل على جبل ورافض إن الله يحل في إنسان. كيف يخلص الإنسان ويفديه إن لم يكن هو في صورة الإنسان نعم كيف مم. يعني هيجينا عفوا مش قادر أقولها هل يأتينا في صورة خروف أو بقرة حاش أم يأتي في صورتنا نحن البشر والإنسان نفسه أكرم خليقة الله شوف يا أسيس أمير عاوز أقول على معادلة بسيطة عقلانية أكثر من أنها أقول كتابية عقلانية مم. نحن نؤمن أن عظمة الله بلا حدود ولا يمكن أن نقول عن شخص ما عظيم كالله فالله فوق الكل والناس اللي بيحلفوا بيحطوا الله عظيم ثلاث <applause> مرات مش مرة معرفش بيحطوها ثلاثة ليه لكن هي معروفة ثلاثة ليه واخد بالك فعظمة الله بلا حدود طيب لما الله يخلق خليقة يخلق خليقة تتناسب مع قدره وعظمته ولا يخلق خليقة حقيرة ضعيفة تدل على ضعف الله وعدم قدرته أكيد عظيم أنا بفكر بالعاء وبعلي صوتي بتفكيري لابد أن يخلق خليقة تتوافق مع عظمتي يعني أقول إن الله الأعظم قد خلق خليقة عظيمة لما يقصد الرب يخلق مخلوق يملك على هذه الخليقة الموجودة على الأرض المرئيه هل يخلق خليقه عظيمه ويوكلها لمخلوق حقير ضعيف ولا يخلق خليق مخلوق عظيم عظيم يبقى اذا خلقه لادم خلق انسان كريم عظيم عظيم <applause> تمام عظيم ليه لانه هيحفظ خليقه شكلها ايه عظيمه لما يوصل الله وصيه لهذا المخلوق اللي نقدر نقول عنه عظيم الوصية تتوافق مع قدر الله الخالق والإنسان المخلوق ولا ولا تبقى وصية رخوة أي كلام لابد أن تكون الوصية التي ينصبها الرب وصية عظيمة نعم طب يبقى كسرها عظيم طب يبقى عقابها عظيم عظيم يبقى اللي يرفع عقابها لازم يكون إيه؟ عظيم ولا يوجد اعظم من الله، يبقى نعم. الله لازم يتجسد ويحل المشكلة لأنه عظيم. نعم. بالعقل وبالمنطق أنا ما قلتش حاجة يعني خارج النطاق الإنساني أو التفكير البشري. نعم. لابد أن تحل قضيتنا بطريقة عظيمة تتوافق مع الله العظيم. نعم. ولذلك قصة التجسد قصة رائعة. نعم. قصة عجيبة وعظيمة تتوافق مع الله نفسه. عايز اقول انه الاتضاع سمه وصفه عظيمه نعم لما بنلاقيها في شخص عظيم بيزيد من قدره ومن شانه في عينينا، فلما نشوف ملك كبير يتواضع وينزل ويبقى وسط شعبه قد ايه ده بنشوفه بصوره اعظم من صورته قبل ما نشوفه في هذا المشهد. بهذا المقياس فالتواضع ابدا ما انتقص من قدر الله بل بالعكس كشف قدام عينينا صوره أوضح لعظمته ولقدرته أسس أمير أنا أقول على شيء في بلادنا المصرية أنا أقولها لك بصراحة معروف أن رئيس البلاد الناس كلها بتحترمه وتقدره ويستحق التقدير والاحترام بصراحة ولأن الله يوصينا كمان بتقديره واحترامه من كل الجوانب والنواحي لكن بيركزوا أحيانا في التلفزيون لما يجيبوا مناظر يجيبوه وهو ماسك طفل أو ينحني على الطفل وقبله أو امرأة مسكينة فقيرة السيد الرئيس ببوس على رأسها هل ده تحقير من الرئيس ولا تعظيم ليه أن ما عظمت مكانته لكنه نزل يلاطف الطفل ويحترم المرأة الفقيرة أعتقد أن الفكرة وصلت لكل أحبائنا المشاهدين مش كده برضو؟ نعم إذن التضاع والتجسد استحالة يقلل من شأن الله بل يرفعه على العكس قول <applause> لنا بقى كيف دخل الله الى عالمنا؟ عشان كده مهمة أو نعرف ان كيف اتى الينا؟ نعم. الله اتى الينا متجسدا. مه. رقم واحد لم ياتينا في صوره تختلف عن صورتنا. مه. فلو اتى مختلفا عن صورتنا يبقى اتى لغيرنا. مه. لكن لكي يخلصنا نحن البشر ويفتدينا ويرجعنا الى ذاته الى الله كان لابد ان ياتي الينا وهذا ما قاله الكتاب المقدس استشارك الاولاد في اللحم والدم اشتركه ايضا كذلك, كذلك فيهما. نعم. وكمان بيقول الكتاب المقدس ان اخلى نفسه اخذا صوره عبد وجد في الهيئه كانسان يبقى اذا رقم واحد اتى الينا في صورتنا نحن البشر متجسدا او متواضعا ومتضعا. جاء في صورة إنسان نعم. نعم جاءنا في صورتنا نحن البشر ثانيا مم. لكي يأتي إلينا في صورتنا نحن البشر كان لابد أن يجتاز الطريق الذي يجتاز فيه البشر من جهة ولادتهم مع الاختلاف الشاسع والرهيب فنحن لم نخلق على الأرض لكننا جئنا بالولادة وده يخليني برضو أتكلم عن اتجاهات أربعة في شخص اتخلق اللي هو ادم خلقه الله جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيه فده شخص مخلوق الله خلق ادم لكنه ما اتولدش ما اتولدش، ما نعم. نقدرش نقول الأرض ولدته. نعم. لكن الكتاب بيقول خلق الرب الإله آدم. إذا هو مخلوق غير مولود. تمام، لا يوجد من يشابه آدم في هذا الأمر في كل نسله. مه. فحدش فينا يقف ويقول خلقني ربنا، مه. لكن إحنا بنقول اتولدنا. النوعية الثانية المرأة. مه. ما قالش الكتاب إن المرأة اتخلقت، لكن الله قال نص نصنع له ليس جيدا ان يكون ادم لوحده اصنع له معينا نظيره لكن في اصحاح واحد الرجل والمراه المراه خلقت في الرجل في اصحاح ده اصل فهي ايضا مخلوقه الاصحاح الاول الاصحاح الاول بيتكلم عن ملخص خلق الخليقه عشان كده اتكلم عن كل شيء في اصحاح لو هيدينا تفاصيل عن السماوات والارض عايزين كتب ومجلدات نعم. عشان يدينا التفاصيل في خلق النباتات عايزين مجلدات وهكذا نعم. لكن ادانا الملخص السريع لكل الخليقه لكن عشان يخلق الانسان كرمه ورفعه وحطه في مكانه ثانيه الكلام جميل وعندي اسئله كتير نكملها بعد الفاصل فابقوا معنا شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على او أرسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com. أو راسلنا على Box. 3610 Seal Beach California 90740 رجعنا لكم احبائي المشاهدين وبنتكلم عن كيف دخل الله الى عالمنا كيف جاء الله ودخل إلى عالمنا وشفنا إزاي أنه آدم الأول مخلوق غير مولود وأن المرأة خلقت في آدم أو بلغة أصحاح 2 من سفر التكوين لما الرب قال أصنع له معينا نظيره وبالتالي هنا ما كانش بيتكلم عن قيمة المرأة في الخلق لأن قيمة المرأة مساوية لقيمة الرجل لكنه كان يتكلم عن اختلاف الأدوار دكتور حليم ايه اللي قصدته بانه المراه معين نظير الكتاب المقدس انا بتكلم من حيث شيء مهم م. ان في تواجد اربع عينات على الارض مه. مش قيمه مين اعظم من مين مه. لكن كيفيه الدخول الى العالم نعم. الاصل تمام يعني لما يقول الكتاب عند دخوله نعم. فادم عند دخوله الى العالم مه. المراه عند دخولها الى العالم نعم. نحن كيف دخلنا الى العالم المسيح يبقى القصه مش قصه مين الاعظم تمام. ولا تحقير طرف من الاطراف. انا قصدت لانه في ناس ممكن تتصيد الكلام ويقولوا يبقى في فرق بين الرجل والمراه في القيمه الكتاب لم يذكر هذا ونحن لا نقصد ذلك. تمام بس برضو بركز تاني واقول ان في الاصحاح الاول لما يقول خلقهما ذكرا وانثى ده ملخص الانباء. تمام لكن تفاصيل الانباء مرتبطه بالانسان مش بقيه الخليقه. تمام فيقول لي ازاي الرجل وجد وجد الرجل أن الرب خلقه من التراب ونفخ في أنفه نسمة حياة طب والمرأة كيف وجدت لا بيقول لي صنع أن الرب أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام أخذ ضلعا من أضلاعه ما قالش تراب ونفخ فيها نعم. لكن أخذ ضلعا من أضلاعه وبنى, الدلع. وبنى عليها لحما وأحضرها لآدم م. وعلى فكرة من, من الناحية حضرتك بتخاف منها لا للبعض م. يعني فكر أن احنا بنقول ما اخذهاش من اصبع رجله كان يدوس عليها م. وما اخذهاش من عظمه من راسه لالا تركب على دماغه لكن خدها جنب قلبه نعم عشان تبقى حبيبته غالي عليه ومكرمه زيه بالظبط نعم. وبعدين الرب قال كمان اصنع له معينا نظيره معين نظيره نظير. نظير نعم. يعني زيه تمام نعم. مثله تمام يلي. لكن احنا بنتكلم عن كيفيه الوجود كيف نعم. تواجد فادم اتخلق هل في حد اتخلق تاني من التراب زيه لا لا المرأة أخذ الرب ضلعة من أضلاع آدم بنى عليها لحم هل حدثت مع أي امرأة تانية لا. غير أم حواء؟ لا. لا طيب الرقم ثلاثة إحنا بقى جينا إزاي؟ بالولادة إن آدم عرف امرأته فحبلت امرأته وولدت ابنا ودعت اسمه نعم. ودي سنة الحياة كل واحد فينا جاي من أبوين تزوجا معا وجيت أنا أو أنت أو غيرنا جابك هذه الكيفية هل ممكن حضرتك تخبرنا عن شخص يعني يختلف عن هذه الكيفية جاء على الأرض لا ما فيش حسب بقى علمي لا بقى الرابع بقى الرابع بقى دخل للعالم إزاي بص بقى يقول إيه عند دخوله إلى العالم يعني كان موجود غير مرئي نعم غير مرئي لكن دخل إلى العالم بصورة مرئية السؤال كيف دخل إلى هذا العالم بالصورة المرئيه هل خُلِق وبالتالي نقدر نقول مثله مثل آدم خُلِق من التراب لا ما عجبش بهذه الكيفية لا. ما قالش الكتاب جبل الرب الاله يسوع ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار يسوع نفسا حي لحد يقولها ولا نقدر نقولها ولا الكتاب قالها وحتى الذين يؤمنون بالله في كتبهم ما يقولوش كده أوه. عشان كده ما نقدرش نقول ان يسوع مثله مثل ادم خلقناه من التراب فالمسيح لم يخلق نهائيا من التراب لكن عند دخوله دخل الى العالم ودخلني ابحث في الكيفيه والطريقه اللي دخل بها الى العالم طيب حاجه تانية كمان هل المسيح تواجد في العالم او دخل للعالم بالطريقه اللي بيها الرب اوجد المراه لادم؟ ده. يعني اوقع الرب الاله سباتا على مريم فنامت اخذ ضلعا من اضلاعها وبنى عليها لحما واحضر لها ابنها. شكلها الف كتب. <applause> معقول الكلام ده يتقال؟ لا ما يبقى اذا لا اقدر اقول عن الرب يسوع مثله مثل ادم ولا اقدر اقول مثله مثل المراه صنعت من ضلع من الاضلاع. <applause> طيب يبقى باين احنا بقى هل استطيع ان اقول ان يسوع مثله مثلي ومثلك؟ يعني بطريقه ثانيه حصل تزاوج وانجاب بخلاله اتى يسوع المسيح؟ لا اقول يا له من كفر مم. هذا الذي يقول هذا الكلام جاهل لم يعرف شيئا عن الله معلش اسف ان انا اقول الكلام ده مم. ليه؟ لان الله روح والارواح لا تتزاوج سيبك من الاساطير اللي بتتقال مش عارف الجن اتجوز مش عارف ايه دي اساطير فارغه نعم لكن الارواح لا تتزاوج كان في جماعه يعني طائفه دينيه اسمهم الصدوقيين والصدوقيين دول كانوا عكس الف جماعه الفريسيين فكانوا يؤمنوا ان ما فيش خلود وما فيش قيامه فراحوا سالوا الرب سؤال بيقولوا له ايه فيه بيقولوا له الفريسيين بيقولوا في قيامه وفي الشريعة بيقول إن الشخص اللي يتزوج يتزوج ولم ينجب وموت أخوه يتجوز أخوه يتجوز مراته عشان يخلد اسم ذكرى المرحوم م. أبسط الأشياء باللغة العامية فقالوا له طيب في سبعة اتجوز الأكبر اتجوزت الأكبر اتج... الأكبر واحدة اتجوزت شخص ومات مات فاتجوزت أخوه مات لغاية السبعة خلصت على السبعة السبعة السبع مات تمام فبقول له في القيامه لمن تكون مم. مين اللي هياخدها يتخانقوا مع بعض الرب يسوع قال ايه تضلون إذ لا, اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله نعم. هيكونوا ايه في السماء كملائكه مم. الله لا يزوجون ولا, تزوج. ولا يتزوجون اذا الارواح لا تتزوج عيب علينا لما نظن الظنون السيئه النجسه ونقول الله تزوج مريم مم. وانجب منها يسوع مين العاقل اللي يقبل هذا الكلام لانهم بيفهموا الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك على انها كانها علاقه ما بين اثنين للاسف مع انه النص ما بيقولش كده خالص ياخد حتى عند الاسلام بيقول الكلمه التي القاها الله على مريم <applause> كلمه الله وروح منه يعني خلينا بس نفكر بالعقل يبقى فين التزاوج في هذا الكلام اين التزاوج لا في المسيحية ولا اليهودية نعم ولا حتى في الإسلام نعم مفيش حاشا لله إني ي... نقول عنه هذا الكلام عشان كده لم يحدث تزاوج بين الله ومريم إطلاقا وطبعا لم يحدث تزاوج ما بين يوسف ومريم وجاء المسيح بالضبط ما دي هنقولها بعدين تمام لكن أنا دلوقتي بس الفكرة إن أنا عاوز أوصل أنه جاء بطريقة تختلف عن آدم وتختلف عن حواء وتختلف عننا احنا نعم. فادم مخلوق حواء مصنعه احنا مواليد اب وام اما المسيح مولود غير مخلوق وغير مصنع لا مخلوق ولا تصنع اما كيف جاء هو ده الشيء الرائع العجيب وده اللي حير المطوبه القديسه مريم لما قال لها تحبلين وتلدين ابنا كيف يمكن ان يكون هذا على فكرة بالمناسبة الحيرة لم تأتي إلى القديسة مريم وحدها لكن الحيرة أتت أيضا للقديس يوسف خطيب مريم الاثنين احتاروا وصراحة لهم الحق يحتاروا يعني خل... خليني أقول من السابق في الخبرية أو من السابق في, ال... في الرسالة من المؤكد أن مريم بشرت أولا لأن يوسف كل اللي أدركه بعدين أنها حبلة وهي لم تعرف رجل لكن مريم اللي بشرت الأول في إنجيل لوقا لما كلمها الملاك تحيرت. كيف يمكن ان يكون هذا؟ وأنا, لم أعرف. وانا لست اعرف رجلا. انا اعرف ان سنه الحياه وكل مواليد الارض اتوا من تزاوج رجل وامراه. ماذا يقول الناس عني عندما يروني حبلى؟ هيقولوا علي ايه؟ حبلى من غير ما انا اعرف رجل معناه على طول انها امراه زانيه يبقى ترجم بالحجاره طبقا للشريعه والناموس امر حير لها الحق تتكلم. ولذلك الملاك أزال كل الغموض وأعلن لها الإعلانات الرائعة وطمن قلبها نتيجة الطمأنينة قالت هو ذا أنا أمة الرب, الرب, يا سلام يد البهد من منذ الآن جميع الأجيال تطوب تطوبني, تطوبني. تطوبني, تطوبني اللي قالوا الملاك ليزيل هذه القصة أو هذه الشكوك قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله ولاحظ الثالوث الأقدس في هذه الآية الروح القدس يحل عليك أدي أقنوم قوة العلي أدي الآب تظللك لذلك القدوس الابن ما يعني تخيل الملاك لما يعلن هذا الإعلان الرائع عن الله أزيل الغموض تهللت وفرحت وقالت أروع الكلمات لا. يوسف نفس الكلام يوسف لما شافها حبلة بقى ابتدى يخاف مم. قال لك الله دي دي كارثه كبرى اروح فين؟ بس لان الرجل الكتابي يشهد له كان بارا قال لك بلاش فضيحه اراد تخليتها نستر تخليط. عليها اراد تخليتها سرا وهو بالليل نايم وملاك الرب بيكلمه يوسف لا تخف ان تاخذ مريم امرأتها. امرأتك مم. ليه؟ لان الذي حبل به فيها هو, هو من الروح القدس عشان كده لما آمن النوم أخذها صانها احترمها لم يؤنبها بل رافقها وكان من ضمن الأشخاص أو الشخص اللي استخدمه الرب في الهروب بالصبي وأمه إلى مصر وحفظه من هيرودس الشرير من أن يقتله عشان كده المسيح دخل إلى العالم بكيفية عجيبة وغريبة ورائعة وأنا أعتقد هنحكي عنها بنوع من التفصيل اذا دخول المسيح الى العالم يختلف عن اي شخص تاني جه في هذا العالم في هذا التاريخ كان ادم مخلوقا غير مولودا وجاءت المراه مخلوقه في ادم وكل جنس البشر ولدوا من ابوينا الاولين الا المسيح فالمسيح دخل الى العالم بطريقه عجيبه فكان الجسد الذي جاء فيه الله هو عمل الروح القدس عشان كده يقول الكتاب هيأت لي جسدا فالمسيح متفرد متفرد في كل شيء متفرد في دخوله الى العالم متفرد في ميلاده متفرد وعجيب في كل شيء اصلي من كل قلبي ان ربنا يفتح قلبك علشان تشوف هذا الاله العجيب اللي جه من علياء سماؤه ودخل الى عالمنا بطريقة فريدة عجيبة، فقط علشان يغير حياتك ويحل أكبر مشكلة في حياتي ألا وهي الخطية. دكتور حليم توجه رسالة للناس تقول لهم إيه وإحنا بنختم هذه الحلقة وبنقول إن الله دخل إلى عالمنا بطريقة عجيبة. أقول الذي تنكر دخوله إلى العالم هو يحبك ولأجلك ولأجلي قد جاء إلى العالم لخلاصي وخلاصك ما فيش أروع من إنك تقبله وتملكه على حياتك ربا وسيدا اليوم يوم خلاص الوقت وقت مقبول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم شكرا دكتور حليم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله